هو يطبخ في بيته، واحد مثلا بيشتغل، واحده بتشتغل، ما عندوش وقت. فعشان كمان اوفر عليه اكتر فبوصله لحد بيته الاكل بتاع الكلب. انا بروح من 6 اكتوبر، بروح المعادي، بروح وسط البلد، بروح مدينتي، بروح كل المناطق في القاهره، بوصل الاكل لحد باب بيتك. اي سي عليهم اوبن فوق صحيح 100%. يعني مش عارف اقول لك ايه، ده انقذني انقاذ لا تتخيله. اولا الوجبات نظيفه جدا بحق وحقيقي، مش دعايه لي، قدامك شكلها الطعم بتاعها، الكلاب رحبت بيه، وانا كنت الكلب ده بالذات اللي هو عايسي ده انف جدا ما ياكلش اي حاجه.